والآن نسمعكم قصيدة ديال كورونا كوفيد 19. خليك سيدي واحد شخص واحد قال له اش هذا يا هذا؟ قال له ما هذا؟ قال له هذا عام 2020 ماله؟ رازت فيه كورونا العالم بـ20 ديال الكمامات تاع الودنين وما تقولش انا راجل مسكين. الى خرجتي يا خويا خرج بسرعة تلقضي غرادك ورجع طاير كيه بالريح. ما تقول غير حرب كونية بلا صواريخ بلا طيارات لا في السماء تيريتر ولا في الارض سيريسير. يا حبابي نوصيكم في الدار خليكم، وإلا تقلقتوا كتاب الله قراو لك كتاب الله قراو ليكم. نطلبوا الله الكريم يحفظ لينا جميع المسؤولين كبار وصغار اللي على راحتنا مشغولين. قالوا اش قالوا؟ ما سمعتيش راه تحصرت المدينة؟ قالوا كيفاش؟ قال لي تحصرت المدينة وتغرقات البيبان. شكرنا يا مات فرنسا مع ساريكال الداخل ما يخرج والخارج ما يدخل. وهذا وبه الإعلام والسلام. انتهت الحفلة. لما تيقل العرض تترتفع الأسعار. هذه حاجة وهي ارتفاع الأسعار يعني بالنسبة للسلع من المصدر ديالها في الأول تتخرج غالية، وهذاك اللي تيبيع بالتقسيط تا هو تيبيع بالغلا لأنه شاري الغلا. تا واحد ما مات دابا بالجوع لا بدا الإنسان ما تيجي تكيف مع الوقت ولا بدا ما تيساير الوقت بأي طريقة. الداعي تيمشي على حسب مستواه والمتوسط والغني. كل واحد تيمشي على حسب المستوى ديالو ولا حسب الدخل الفردي ديالو. كان المغرب ولا زال يعيش عيشة جميلة لا يحس بها إلا الإنسان الذي يفقد حريته. في المغرب تحول كبير على جميع المستويات. خرجت البارح على شط البحر فإذا بذلك الشاطئ الذي كان مهمولا أصبح شاطئ ممتاز بملاعب كرة القدم. دابا الآن عايش في خير وعلى خير كيف ما كنت حال هادي عايش لازلت حتى الآن عايش. اللهم لك الحمد نحمد الله ونكثر من الحمد اللي مازال باقي دابا الآن عايش وتابع في ذاتي وناشط مع راسي وأحب الغناء والطرب. فبالغناء والطرب تحلى الحياة وبذكر الله وذكر القرآن تحلى الحياة. إنسان يتمعن في كلمات القرآن ويشعر بأن الحياة ممر سيمر منها كبير وصغير. ولهذا الإنسان يعمل الخير من حده عايش في الدنيا، لأن هذه الدنيا كلها إلى زوال. الدنيا هي والعيشة هي من أولها لآخرها ومن آخرها لأولها. الدنيا أصلها مش مضبوطة لأنها مش مكتوبة على النوطة. المعيشة ممتازة. فلينظر الإنسان حوله
ويسمع ويقرأ ويشوف ويشوف ويسمع مجاورين للمغرب كيف يعيشون ويقارن بين بلده والبلاد الأخرى بلاد الأخرى كنت تشوفها كيف عايشة تقول اللهم لك الحمد على مغربنا مغربنا مغرب مغرب الاستقرار والأمان والحياة الطيبة والحياة الجميلة كل اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.